اللهم يا من لا تراه العيون ولا تحيط به الأذهان والأبصار والذنون، نسألك أن تدخلنا في حصنك الحصين من شر أعدائنا كلهم أجمعين، وأن تكفينا يا أرحم الراحمين مكر الماكرين، وأن تدفع عنا عتو الكفرة وكيد الفجرة وتجاوز المنافقين. يا من يكفي كل شيء اكفنا أمري الدنيا والآخرة، وفرج عنا كل ضيق يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.